خلال فترة تواجد حضرتك في المنصب، هل السعودية عرضت مسبقا ان هي تاخد الجزيرتين، او تم طرح الموضوع ده بين مصر والسعودية في المناقشات قبل كده، حتى لو بشكل رسمي او بشكل غير رسمي؟ لا، انا ما مرش علي طرح رسمي ابدا. يبدو انه كان على مستوى الامير سعود الفيصل ووزير خارجية مصر الله يرحمه الدكتور عصمت عبد المجيد، او على مستوى رؤساء رئيس الدولة والملك. انما كل اللي اذكره ان انا تلقيت رساله لتسليمها للامير سعود الفيصل. انا اذكر انها كانت تتعلق بالصنافير فقط مش تيران. ان مصر يعني مصر تعترف مش تعيد، تعترف بان الصنافير تقع في المياه الاقليميه السعوديه، وانها في الوقت المناسب ستعيد هذه الجزيره. قابلت بعد كده وزير خارجية سامح شكري، فشككني بقى في هذه المعلومة، قال لي لا، احنا عندنا صورة الجواب، والجواب كان يشمل الجزيرتين. هل بقى في جواب آخر راح عن غير طريقي؟ مع الله أعلم. يعني الجواب اللي حضرتك سلمته كان بتعلق بصنافير فقط. صنافير فقط.